أدى نحو 100,000 مصل صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصلين قدموا من مدينة القدس وضواحيها ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 وعدد قليل من الضفة الغربية بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط. وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.